المشاركين في تحقيق الفوز للثمانية كيلو مترات مشاهدينا متابعينا الكرام. وهذه كذلك لقطات للشوط الماضي الذي انتهى بفوز بشاير. وفي هذا الانطلاق نسير مشاهدينا الأعزاء مع هذا الشوط ومع هذا الاندفاع والانطلاق. نسير مع المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام لنرى السيطرة من البداية مع المهجنات. وفي الشوط السادس مع الذلل الأصايل تتقدمهن بعد الانطلاقة وتقودهن هذه عزامة تقود المشاركات علي بن مصبح بن ساري الاكتبي وهي تسيطر على مقدمة الشوط. تليها في المركز الثاني تأتينا الضبي علي بن سالم بن علي البريص المري تندفع على المركز الثاني. أما المركز الثالث فتأتي فيه جميلة تعود ملكية السالم بن محمد بن ضبيعة الاكتبي على المركز الثالث. بينما المركز الرابع وصلت الطايف لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان وهي تندفع على رابع المراكز. بينما المركز الخامس المينونة تأتي في المركز الخامس حمد بن سالم بن سليم الكتبي. والمركز السادس من الجانب الآخر في هذا الدخول القوي وفي هذه التحديات الرائع الذي يحملها ميدان المرموب في هذه الانطلاقات وهذه الاندفاعات الجميل الذي تتواصل هنا في أرضية هذا الميدان. نشوف المركز السادس لتتضح الرؤية هناك على المركز السادس. أشوف المركز السابع الشاهينية سعود بن عبيد بن حامد الطنيدي. بينما المركز الثامن وصلت في ثامن المراكز في هذه اللحظات الذيبة لحمد بن سالم بن هضعه الشريفي. والمركز التاسع الوصول على تاسع المراكز وهذه هي اختيار تعود ملكية المطر بالمطوع بن هاشم الكتبي. والمركز العاشر عاشر المراكز تقدمت فيه ووصلت فيه اللي هي راهية لسعيد بن عبيد بالضبيعه الكتبي. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة الذي انطلقت في هذا الشوط وهو سادس أشواط صباح هذا اليوم مع الذلل الأصايل المهجنات في أشواط التميز وأشواط النخبة هنا للكبار في الثمانية كيلو مترات وميدان المرموم تحفة الميادين في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. نسير مع المراكز الأولى لنعود بالانطلاق ونعود بعد ما أكملنا العشر المراكز الأولى إلى مسار هذا الشوط والتغييرات وتبادل المراكز والتحديات. هناك المركز الأول عزامة تقود المشاركات وتتقدم المنطلقات من البداية علي بن مصبح بن ساري الكتبي هناك تحمل آمال كذلك أهالي الهير في السلامات وفي هذا التحديات الجميلة والرائعة مع عزام وسلالة عزام. علي بن مصبح بن ساري الكتبي ركز في مسار هذا الشوط وتابع هذه الانطلاقات والتحديات. المركز الثاني الشاهينية من وصلت في المركز الثاني حمد بن معيوف بن محمد العامري اندفعت على ثاني المراكز بأداء جميل وانطلاق رائع على أرضية هذا الميدان. هناك المركز الثالث تتقدم فيه جميلة تعود ملكيتها لسالم بن محمد بن ضبيعة الكتبي. بينما المركز الرابع هذه تواجدت الضبي لعلي بن ساري أو لعلي بن سالم بن علي البريص المري على المركز الرابع والمركز الخامس. دخول على خامس المراكز في هذا الاندفاع والانطلاق من قبل الطايف لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان يقدم الطايف ورايد كذلك في هذا المسار. بينما المركز السادس سادس المراكز المينونة حمد بن سالم بن سليم الكتبي ممثل المدام الدايم الذي يقدم هذه الانطلاقات وهذه التحديات. سابع المراكز تدخلت في هذه اللحظات الذيبة حمد بن سالم بن هضعة الشريفي. والمركز الثامن ثامن المراكز تأتينا في هذه اللحظات اختيار مطر بن مطوع بن هاشل الكتبي الذي تندفع في المركز الثامن. والمركز التاسع هذه وصلت الشاهينية سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي كذلك المقدم الشاهينية. وهناك المركز العاشر مع بالضبيعة اللي هي راهية سعيد بن عبيد بالضبيعة الكتبي. هذه العشر المراكز لنداها الثاني في انطلاقتها وتحدياتها الجميلة والرائعة على أرضية ميدان المرموب. يا سلام يا سلام شوف المهجنات شوف الأصايل شوف الذلل الذي قدمت إنجازات عديدة وكبيرة ورائعة
في كل الميادين سواء كان في ميدان المرموم أو في جميع ميادين الدولة أو ميادين دول مجلس التعاون. هذه الأسماء صالت وجالت حتى وصلت إلى هذا العمر وإلى هذا السن، سن الحول بإنجازاتها وتحدياتها الجميلة. ها نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الانطلاق الأول. هناك السيطرة وهناك الاندفاع من قبل عزامة. عزام معزمة على الناموس، معزمة على الفوز، معزمة على السلامات في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. ياتي علي بن مصبح بن ساري الكتبي مشاهدي للعزاء اللي مقدم عزام، هناك ماخذ موقع اليمين وهذا الاندفاع من البداية ومسيطرة على الذلل والحول المهجنات في مساري هذا الشوط وتحدياته الجميلة. بينما المركز الثاني غيرت المينونة، المينونة حمد بن سالم بن سليم الكتبي انطلقت على المركز الثاني على ثاني المراكز. بينما المركز الثالث الشاهينية حمد بن معيوف بن محمد العامري تندفع على المركز الثالث والمركز الرابع، وصلت فيه في هذه اللحظات جميلة لسالم بن محمد بالضبيعه الكتبي. وصلت الطائف وتحركت الطائف لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان. هناك المركز الخامس دخول من راهي سعيد بن عبيد بالضبيعه الكتبي، هناك تقدمت في هذه اللحظات على خامس المراكز. بينما المركز السادس الظبي لعلي بن سالم بن علي البريص المري في هذا الاندفاع، وهنا وصلنا إلى المركز الثامن وثامن المراكز. تقدمت في الذيبة حمد بن سالم بن هضعة الشريفي على المركز الثامن، والمركز التاسع تواجدت فيه في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام اختيار مطر بن مطوع بن هاشل الكتبي. والمركز العاشر هذه الشاهينية سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي. هذه العشر المراكز، هذه العشر المراكز للنداء الثالث في مسار هذا الشوط وتحديات الشوط الذي يسير بهدوء. ولكن بعد مغادرتنا لحزام القابات بدأت الأمور وبدأ التحرك، بدأ الاتجاه وبدأ انحناء الميدان وكوع الميدان كذلك لنتجه مباشرة إلى المنصة وإلى الناموس وإلى الفوز في هذا المسار وفي هذه الدانات الأصيلة والثمينة دانات الأصالة سفن الصحراء. مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار تسيطر عزامة على مقدمة الشوط. علي بن مصبح بن ساري الكتبي هناك مسيطرة في زمام الأمور. والأقرب هي للسلامات وللناموس لأهالي الهير. الله يا أهالي الهير يتابعون يا بن ساري يتابعون، يرغبون في السلامات من ميدان المرموم. ولكن تحذر من راهية قادمة وهي راهية اسم على مسمى في أداها. وياتي سعيد بن عبيد بالضبيعة الكتبي مع أهالي نزوة يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثالث الطايف وواصل برايد، واصل برايد معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مقدم الطايف بإنجازاته وسجلها الحافل. وهناك يا سلام أهالي المدام مع المينونة حمد بن سالم بسليم الكتبي مقدم المينونة. يا سلام اسم تراثي وجميل من البداية. يا سلام سلالة المينون هناك في هذه الانطلاقات وهذه السلالة العريقة. المركز الخامس كذلك عند بالضبيعة ولكنها جميلة سالم بن محمد بالضبيعة الكتبي. وهناك المركز السادس تأتي فيه الظبي لعلي بن سالم بن علي البريص المري. والمركز السابع وصلت في هذه اللحظات وتقدمت هذه الشاهينية حمد بن معيوف بن محمد العامري. يا سلام يا سلام. ولكن شوف الذيبة تقدمت الذيبة كذلك حمد بن محمد بن سالم بن هضعة الشريفي. والمركز التاسع وصلت فيه الشاهينية سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي. والمركز العاشر هذه راهية ما دعناها، راهية سلطان بن جراح بن سالم الكتبي ما يبنى لها طاري في العشر. تقدمت في هذه اللحظات إلى المركز العاشر 1200 هذا الندى وهذه اللوحة، هذه اللوحة اللي تعرف الأجل. يا سلام شوف شعار الضبيعات كذلك في هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام يكدون الأصالة واهتمامهم القوي بهذه السلالات العريقة. يا سلام يا سلام هناك راهي سعيد بن عبيد بالضبيعة الكتبي على مقدمة الشوط. ولكن هنا تأتينا جميلة سالم بن محمد بالضبيعة والطايف لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان. ثلاثية جميلة، ثلاثية رائعة للقاية. هناك المركز الرابع اللي فيه مينونة حمد بن سالم بن سليم الكتبي. يا سلام الموقف حساس للغاية الأسماء متقاربة. الطايف طافت
طافت الطائف، طافت الطائف إلى الناموس وعادت راهية، عادت راهية وطافت الطائف. يا سلام يا سلام، راهية والطائف والذيبة قادمة، الذيبة قادمة وكذلك الشاهينية. الله، هذه المعركة. راهية سعيد بن عبيد بالضبيعة الكتبي، راهية على الشوط، راهية على المسار، ولكن شوف القدوم، شوف القدوم، شوف القدوم. هناك الشاهينية، الشاهينية سعود بن عبيد بن حامد. الطنيجي، الطنيجي، الطنيجي وصل، غير الطنيجي هناك إلى المقدمة مع الشاهينية سعود بن عبيد بن حامد. الطنيجي والسلامات هناك تتجه إلى المناطق الشمالية، إلى الفجيرة وإلى فلي بن معلة تقريبا. يا سلام، أشكرك يا الطنيجي، أشكرك يا الطنيجي سعود بن عبيد بن حامد. الطنيجي، أسعد الله صباحك، أسعد الله صباحك. الشاهينية، الشاهينية انفردت بالمركز الأول، وهي وهي تقدم الأداء الجميل. الدماء الشاهينية في عروقها وفي دماها لتغير وتنطلق. تهانينا سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي على هذا الفوز. راهية في المركز الثاني، سعيد بن عبيد بالضبيعة المركز الثالث، وصلت فيه المينونة لحمد بن سالم بن سليم المركز الرابع، وصلت فيه الذيب لحمد بن سالم بن هضعة الشريفي، والخامس الطايف لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان. هكذا كان هذا الشوط وأثارته وحماس القوي وانطلاقاته الرائعة، ولكن الشاهينية في الأمتار الأخيرة حسمت الأمور. وهدة الناموس لسعود بن عبيد بن حامد الطنيجي في هذا الفوز المستحق وفي هذا الانطلاق بجدارة. توقيتها الزمني 13 دقيقة وخمس ثواني وسبع أجزاء من الثانية، وسلامات وتحيتنا في هذا الصباح يا الطنيجي على هذا الفوز. بينما المركز الثاني، راهية وصلت في المركز الثاني، سعيد بن عبيد بالضبيعة الكتبي قدم التوقيت الزمني مقداره 13 دقيقة 8 ثواني ثلاثة أجزاء من الثانية. بينما أشوف المركز الثالث، المينونة، بشوف على شاشة التلفزيون، نعم هذه المينونة لحمد بن سالم سليم الكتبي، توقيتها الزمني 13 دقيقة وتسع ثواني، بالوفاء والتمام في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع.